هلا اول شغله بنقطع الطوق، وبعد ما بنقطعه بنغسله، وبس نغسله بنرجع بننقعه ان شاء الله السميع العلي. بس الشيش طاووق الخلطه اللي بتعمليها انت ام حسين من هديك السنه سهل روسي، قصه طعمتها تحت دراسي يا ميت صحه وهنا حياتي. وشوفوا نحن اليوم وين، نحن اليوم بالجرد، هالمنطقه يلي انغرموا فيها كثير من المتابعين. على فكرة الأراضي يلي هنيك تحت مزروعين، ومن ضمن الأشياء يلي زارعين فيها هي الحمص. ما شاء الله على هاللون. الناس بيقولوا الحاملة. حاملة؟ ايه بيسموه حمص حاملة. اها طيب افتح. بتحمل حبة كتير. لأنه بتحمل ليكو هلا هيدي الحبة الوحدة يلي بإيدي ما شاء الله لأنها طرية، طلعت اثنين. ما شاء الله. وطعمتها كتير طيبة طرية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش بخلطة الطوق. أول شيء هنا بهار أبيض. هذا شو؟ بهار أبيض. بهار أبيض. اليوم الشيش طوق بدك تعمليه مثل ما عملتي أول مرة أم حسين؟ صحيح. ولا أحمر ولا؟ حسب، بدل ما يكون أحمر اليوم أنا حط له أصفر لأنه بابريكا نسينا نجيب معنا. والبابريكا ضرورية؟ لا بنحط كاري بدل البابريكا. هذا هلا شو هذا الأصفر؟ كاري. كاري أصفر. هذه بهار الطوق. لكن انا حطينا بهار ابيض، كاري، بهار الطوق. بهار الطوق جاهز، بتجي خلطه عند العطار. هذا الزيت حطه كل العمر، يعني تقريبا نص ملعقه بالملعقه الشوي. اها. لا بده يعرف قديش الكميه. ملعقه صغيره. هذا شو؟ هاي رشه بهار هيك مشكل. رشه صغيره من البهار الاسود المشكل منه اسود. بهار مشكل. يعني سبع بهار. هذا بهار كاري حار. كاري حار. هيك شوي صغيرة تعطي نكهة الحرورة بس. نحن ما بنحر حرو كثير بنشيل الوليد. صحيح. بياكلوا الوليد منه. عشان الصغار ما يتضايقوا. بس الملح. الملح حسب الرغبة دائما وابدا. حسب الرغبة، وعلى حسب ست البيت هي بتعرف قد ايه بدها تحط. على كيف بيقولوا ايه؟ على النظرية. صح. توم تقريبا هلا هدول قديش دجاج ام حسين؟ كيليان دجاج. كيليان دجاج. كيليان صدور. حطينا له تقريبا راسين توم. وهذا ملح الليمون لانه حمض ما فيه، نحط ملح الليمون، في حمض بس اسرع. ملح الليمون اسرع. اسرع اسرع، حملنا اسرع. ترشي زي هيك يعني شيء تعطيه نكهة. والهواء عم بيطير لنا قشر الثوم. هذا شو؟ هذا شو؟ لبن. زبادي. زبادي يوغرت. على فكرة هيدي الخلطة عملوها ما بتندموا. وادعوا لها لأم حسين وادعوا لي أنا كمان. في يحطوا خل أبيض وفي يحطوا خل أحمر، هيدا خل أحمر بدل الخل الأبيض. كأنه عصير توت. ضروري زيت نباتي ولا فينا نحط زيت زيتون؟ زيت زيتون وفينا نحط زيت نباتي بدنا بسم الله الرحمن الرحيم لما نخلط الخلطه كلها سوا. ما شاء الله، على فكره الريحه خيال. هلا انا كنت قاعده عم قشر التومات هنيك، قشرت لها راسين توم حطيتهم مع التبله، رح ارجع اقشر تقريبا يا راسين يا ثلاثه، نحن بنحب نغمس الشيش طاووق مع البطاطا المقليه كمان، ومع البطاطا المقليه هيك تغميس. يا الله اكلي اكلي. علينا استودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلصنا النعمه وبدي الا شو ساعتين نقع وبعدين نرجع بلش. لك الله يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك، عشان ما يجي علينا شيء ها، لانه بتعرفي نحن بالطبيعه صح في دبان كثير، مشان ما يجي عليهم دبان حطهم على جنب. تفرجيكم اطلاله المكان اللي نحن فيه هلا، سبحان الخلاق العظيم، امبارحه كنا بالوادي واليوم بالجرد. شايفين؟ هلا بدنا نبلش بعمل دبس الكلابيولا. هلا تركنا الشيش طاووق ينقع لانه بده نقع شي ساعتين. صحيح. بس ما اخذناها نحن بنكون وصلنا البندوره وخرطناها وركبناها على النار حتى. بدنا نعمل دبس البندوره. هيديك السنه يا ام حسين على مدار السنه انا عم بستعمل من البندورات يلي عملناهم انا وياكي. بركي يا ست ليلى، بركي والله بركي بالبيت. اي والله بركي. يا فلان تعرف جيب لي عميل دبس، هلا لقيت ما لقيت ما حدا يجيب لك حدا، خلص مد ايدك على غرفي و ايه والله بتمدي ايدك على خزانة المطبخ ساعة اللي بدك، في رب البندورة، في مربى، في مكدوس، في كشك، شو؟ حتى الدرع. ها رح تجيبه. خليني اجيبها. جايبه معها لهون ام حسين الدرع.
فرجينا هي ليكو هذا من امتى؟ هذا من هذيك السنه وحسيت عنه هلا معمول شفتوا يعني عن جد الموني بالبيت بركه عملته قدام يمكن قدام المشاهدين الله اعلم لا ما عملنا الذره هيديك السنه لا حطينا له خل وملح لا ما عملنا يا ام حسين انت عم تقولي لنا كيف عملتي قولي لنا كيف عملتي اعملي معروف غليت المي لغلت عليه غطيت بهذا السكر والملح والخل ايه وجبت الذره حطيته بعد الاطراميس ودلقت عليه المي لون هي عم تغلي حطيته قبل بس خلي المتابعين يكتبوا تحت بالكومنتات نحن نظري ما بدنا نحن بدنا عملي ايه نحن ما بنعرف الا عملي بدك تطبقي لنا اياها يا ام حسين ان شاء الله والارض شفتيها الله اكبر خير الله ايه ما شاء الله خير الله ان شاء الله زارعه ام حسين ذره الله يكرمك عملي باذن الله ان شاء الله بس هيك يعملوا لب الدريات يلي بارضها لام حسين بدنا نعمل ذره بالاطراميز ذره بالاطراميز عقسوله كل الناس بتعرف انه كهرباء ما في بلبنان مثل الخلل والناس مع الاسف الشديد صرنا بدنا نعمل اختراع كله 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 عم نعمله بلا براد وهي هي الحمد لله هلا رح نغسل البندورات كثير منيح وبدنا نعصرهم لحتى نحطهم على النار طبعا رح نشتغلهم على الحطب. 100% بخير ربك. ام حسين عم تعمل البندورات وانا مكمله بتقشير التون. ام حسين كنتي عم بتقولي شغله بخصوص البندوره انه لو كانت مضروبه ما بيأثر تنعمل الدبس ما قصت مضروبه لكن هي بتيجي سوسي او شيء هيك بتشيل التحمح هلا بس ما فيها شيء نزع ابدا بس الجلد هون هي المنزوعه صح اكثر من هيك لو كان في جزء منه مضروب منه مشكله الجزء ما بيخلي يعني من كل الناس بتعرف هذا الشيء صحيح ما بده يكون في بأس من هون بقى عم نكمل تقشيرتكم عم اقشر ثلاث روس ما بتحب ايه ما شاء الله مع الشيء طوق كثير طيب صحتين وهي التومات صاروا مقشرين يا ام حسين ما شاء الله عليكي تقريبا حتخلصهم كمان ان شاء الله هلا من بعد ما تخرطيهم او تقطعيهم عشان الكل يفهم علي ما بيعرف شو يعني تخرطيهم بدك تعمليهم بايدك بدي بالمطحنه على الكهرباء هيديك هي المكنه لكن رح نفرمهم فيها هي مكنه كهرباء طبعا احنا رح نشغلها على مولد الكهرباء لانه اكيد شو ما في كهرباء هلا نحن بالجرد كمان وكمان بالجرد صحيح هلا خلصين تخريط ان شاء الله باذن الله تعالي بدنا ملح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله التمليح قبل الفرم اي ما بيأثر اذا فرمتي بصير بخفف عليك بالفرم شو اها وانا بلشت هون بتقشير البطاطا يلا ناس عم تعمل غدا وناس عم تعمل دبس وناس عم تعمل دبس الحمد لله بنحركهم هيك هلا شو الغايه من هالتمليح يا ام حسين يعني بيخف بيسهل عليك بالطحن وبياخذوا ملح كله كامل يعني ما الغايه انه يطلع ميته بلا وكمان بيطلع الميه اها وبيسهل الطحن بالمكنه كمان عم بتقول يعني كل ما زال منه مي بنحيده على جنب وبنعصر بس بس هلا شوفوا ام حسين ما بتكب منهم كثير يعني الطفل يلي بيطلع منه يعني يا دوب نتفه صغير ايه عصوره تكبي اشري بايدك ام حسين قد ايه؟ قد عصورتي يلا لكمل التقشير انا هلا انت عم تعملي البطاطا وانا حد منك بنعمل كوسه بناخذ وقت نختصر من الوقت يعني هلا لبين ما كانوا انتقعوا البندورات ام حسين بدها تعمل لنا كوسه مدبله كوسة مقلية غير الكوسة المدبلة ايه طبعا اها بتكون البصل شايفين بتقطع هذا اللي عملناه بدنا وعم بودنا نعمله شو اسمه؟ التوم ايوه وهلا اذا في دبس كمان كمان هيدا بدنا نعمله اها فهمت عليكي من بعد ما يتقلى ايه بتوم ودبس رمان بس المدبلة بيكون بالبصل صح بتعرفي ام حسين؟ يعني اللي بيشوف هالكوسة انا لما بشوف هاي الكوسة خاصة الخضرة حذري شو بيجي على بالي شو؟ الكوسة على بيض هذا البيت او حتى الصغير لسه على اطيب صحيح بس الكوسة على بيض ما حدا يقول لي اكلي هاي الكبيرة كيف رح تقطعيها؟ بتقطع اربع اشكال رباعية وبتتقلى هيك عشان ما تطلع كبيرة كثير بالقلية هيك بتطلع مهضومة شايفتيها قديش كبيرة بس طرية ايه عن جد لكن غدينا اليوم شيش طاووق وبطاطا مقليه لكمل انا التقشير التهيت مع ام حسين لما بقعد مع ام حسين بالمطبخ عن جد من سيري لسيري منخلص كل الشغل وما منحس بشي
كنا مقررين نقلي وين؟ عالنار. عالنار على الحطب. في شمس قوي. بس الشمس بتحرق حرق. هون سايب قلب الشمس. اي والله. فقلنا لا خلص بنقلي على الغاز جوا، حطينا طنجرة الزيت على الغاز. بس الدبس البندورة لا اكيد على الحطب. اذا بنحطه بالروب ما في اللي عندنا مثل القلي. صحيح. لفرجيكم قوة الشمس، ما بعرف اذا مبينة. شايفين الطقس؟ ليكو صحيح شمس بس حلو. بدنا ننزل هلا شوي تاني بس تكسر الشمس ندفي. بننزل مع ام حسين منقطف بقلي وقطيفه وخاص وبصل اخضر. هلا بتقولي لي وين كل هدول يا ليلى اللي عم تحكي عنهم؟ رح قلكن وين. صايرين هنيك بالاخر ورا البيت، ما بعرف اذا ببينوا من هون. شايفين هنيك؟ هنيك. هلا شوي تاني بنطلع ومنقطف. هلا ام حسين عم بتربي التوم، ما هيك بيقولي ام حسين؟ صحيح. عم تربي التوم. شو يعني عم بتربي التوم؟ هلا هي دقه التوم، مع انا قشرت لها اياهم حطيت لهم ملح ودقتهم، بتضل تحركهم بيصيروا مثل الكريمه، مثل الكريمه. شوفوا هلا كيف بيصير قوامه، لاحظوا كيف كان. زيت بالتدريج من وين نحطها؟ ندفع وحده؟ اذا حطيناها ندفع وحده بتبوظ القصه معنا. صح، شوي شوي بنحط. يعني هيدي الطريقه بدون لا فرامي ولا شيء، طريقه يدويه. اذا الان هون بزرعنا نشيلها نحولها على جنب ونكمل شغلنا. بنحط لها حامضة كاملة ولا نص؟ حامضة كاملة، النص كله. بس هلا بدك حامضة كاملة لأن كمية الله أكبر كبيرة. مين مثلي بس يشوف الحامض هيك شطري ايه بيبلع ريقه على الحامض أكثر شيء. ايه عن جد. أنت على الحامض والتوم. ايه كثير طيب مع الشيش طاووق مع البطاطا المقلية. ابدا يعني ما تاكلوا بطاطا مقلية بدون هالصوص. ما في بطاطا مقلية بدون توم، ما في دجاج بدون توم، ما في بطاطا مقلية. مستحيل. ما بتزبط. ابدا، إذا قلينا بطاطا، إذا قلينا بطاطا بدنا ندق توم. صحيح. إذا عملنا دجاج بدنا ندق توم. أكيد. بسم الله ما شاء الله. يعني كان بالود ها؟ ايه. كان بالود انه نقلي على الحطب. بس الشمس بتحرق حرق. قرب لك الصحن. لا هذا المطبخ هو المطبخ يلي بالجرد، عشان ما تقولوا ليش الغاز قلب ابيض، غاز ام حسين لونه اسود. فنحن هون مش يعني بتغيروا هون. نحن هون بغير المطبخ تاع بيتها يلي بالضيعه، غير منطقه. هلا بجرد نحن عشان الناس الجداد يلي ما حضرونا هديك السنه ما شافوا منطقه الجرد هلا بيشوفوها. ايه. وختامها مسك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خافتين من شيء ما تقش الزيت. صح عشان ما يطقش كثير. عشان ما يشرق زيت كثير كل قوة هنا. اسم الله بهالمطبخ كيف ما تبرموا طبيعي. الإطلالة عن جد غير شكل. البطاطا هونيك عم تنقلع وبنفس الوقت عم نفرم البندورة مشان نحطهم على الحطب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كان شايف بسرعة من بره.
ايه ما شاء الله. هلا ام حسين بدي اسالك، داخلك رح تصفي شي من القشر؟ هلا هلا انطحن مع المطحن، ما في داعي نصفي، لك يعني القشر روح انطحن كله. عن جد ديب القشر دوبان، فينا نصفي فينا ما نصفي حسب الرغبه. لانه متذكره هيديك السنه ام حسين صفتهم بالمصفيه وشالت قشر منهم مثل ما ذكرنا قبل شوي، طلعوا يعني نتوف صغير القشرات. لكن هنعمل معجون الطماطم صح، هذا لب البندوره او الصوص البندوره. هلا اجمالا هذا الصوص مثل ما ذكرنا باول الفيديو بياخذ يعني مثل محل دبس البندوره، فينا نستعمله بكل الاكلات يلي بدها بندوره، المحاشي، سباجيتي، اي شيء بتحطوا له دبس البندوره فينا نستعمل فيه هذا الصوص يلي رح نعمله هلا. والاحلى من هيدا اللي بيشجعني انا اعمل هيك موني انه ما بده براد، كله هلا بمرطبين بيضلوا بخزانه المطبخ لسنه الجاي. شو حتعملي هلا ام حسن؟ صفي الميات مشان ما يعرقوني. بزح لك كل ما شلت المي عنهم كل ما كان طحن اريح واحسن. صحيح، بس يكون في مي كثير بقلب الفرامي ايه ما بتفرم مزبوط. الله يبارك. هلا بالنسبه للكميات نحن ما رح نقول كم كيلو، يعني على فرض نحن عاملين 10 او 20 او ايا يكن، الطريقه هي هي. لو بدكم تعملوا 100 كيلو، كيلو وال100 هي زيتها، هي زيتها الكيلو وال100 عن جد مثل بعضها. هلا هي العمليه بشو بتفيد؟ بتفيد انه هلا هي الشحره ما بتتشحر الطنجره، يعني بتصير تتصيف بسهولة كتير كتير، صحيح مشحورة شوي بس ما بتروح تتشحور أبدا. صحيح، بينضف بصير ما بيعلق ال شو بيسموه الشحوار أو الشحتار مثل ما بتقولوا له على الطنجرة، بتصير يتجلى بشكل أسرع. صحيح. سائل جلي، أي سائل جلي أم حسين؟ أي سائل جلي موجود، كنا سائل اسمه سائل. اسمه سائل جلي. سائل منه بودرة؟ آه منه معجون. أي. أو بودرة. مركز النور ليش قلت في شمس خفت شوي الشمس لانه هو هذا الشمس القويه. هلا نحن بنحط الطنجره هون وبنهرب لجوا لانه لسه الشمس بعدها حتى محموله شوي منه ما كنا. ايه صارت اهون من قبل شوي، بلشت تكسر. صحيح. طريقه ام حسين الرهيبه في تشعيل النار. لا عن جد ما شاء الله عليك يا ام حسين، بحس انه سهل كثير تشعلي الحطب عندك. الحمد لله. الحمد لله. عمله كله ميسر، هاي رب إذا ملاحظين أم حسين كيف عم بتحط الحطب هيك يعني يمين شمال قدام، ما عم بتكدسهم هيك تكديس فوق بعض. ما بيقعد في هواء بيناتهم، بتتعب النور وما بتقعد تشعل، لازم يكون في هواء بيناتهم ويكون في فراغات لحتى تشعل النور منيح. اها حطيتيه كدسة وحدة ما بيقعد ما بقى في هواء، هي لازم ضروري جدا. معلومة كثير مهمة هي بالنسبة للناس يلي بيجربوا يشعلوا حطب وما بيشعل معهم. صحيح. يلا هلا لنجيب الطنجرة. لنجيب الطنجرة. الحوش نظيف، زارعين هون ما بعرف شو زارعين، ملفوف ولوبيا. الله يبارك. خلينا نعيرها اول شيء على الموضه.
بدنا نجلس لها قعدتها للطنجره قبل ما نشعل النار. شفتي طلعت واسعه الطنجره، طلعت صغيره. خبره خبره، عطي خبزك للخباز لو اكل نصه. تقيله يعني، حتى اذا بدي احط ايدي مع ايدك عن جد هي تقيله. ليكو قد ايه كبيره. بيصير معنا انقراص بالفقرات. حطيتي صغار، حجرات صغار. برافو ما شاء الله عليك يا ام حسين. شوف اذا بتزبط ولا لا. بدها تزبط. ما هلا هديني على الحطيب. بس يشعلوا الحطبات بتسلط الطنجره لتحت. هذه هي نعمل هلا مظبطة. يلا يلا اخر شيء توصلنا انه نحط المشوية تحتها، لانه الحجرتين هول كتير تقول. ايه والله يعني تعذبنا وفرمناهم وغسلناهم وفرمناهم، ما عنا استعداد ابدا ينقلبوا ويروح علينا العذاب. فاحلى شيء هذه الطريقة، شايفين كيف؟ هلا رح نشعل النار تحتن ام حسين ونحن شو بنعمل بعدين؟ نشك الطوق. بدنا نروح نشكشك الطوقات. نعم 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 باذن الله. بس خلينا نامن عليهم يكون النار شعل مزبوط مزبوط تنتركن وبالنا مرتاح. طبعا ما حنتركن كثير يعني منقطع عليهم. لك الله يعطيك الصحة والقوة يا ام حسين، يا حبيبة القلب انت. شفتي حطينا شير فيها، بس نشعل النار. شو بدنا نحط؟ بريق الشاي. تحت لحق يغلي بعد الغداء، وخاصة الشاي اللي على الحطب، يعني ما بحكي لكم شيء فاخر على الاخر. فاخر على الاخر، زبطت معك على الاخر. ايه والله حيطلعوا دبس بندوره ان شاء الله. الذي لا تضيع ودائع. امين رب العالمين. الروعه شغلتنا بقى. يلا حبايب قلبي، انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم هون. اذا عبالكم تعرفوا كيف طلعت نتيجه الدبس البندوره، وباي مرحله من الغلي نحن وقفنا وشلنا الطنجره على النار، وكيف عبيناها بالمرطبين، هيدي التفاصيل كلها رح تشوفوها بفيديو بكره. تابعونا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك، واشتركوا بالزر الاحمر يلي باسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، تتصيروا فرد من عائلتنا ونكبر هالعيله الحلوه اكثر واكثر. وبرجع بقول بتمنى من كل قلبي تكونوا عم تستمتعوا معنا بهالفيديوهات الحلوة، بهالطبيعة مع أم حسين يلي إلكم شهور عم تطلبوها كنتوا لأم حسين. فاستغلينا الصيفية عم نعمل كل أنواع الموني، إن كان عندكم براد ولا أو إن كان عندكم كهرباء أو ما عندكم كهرباء، هيدي الطريقة بتفيد كتار ناس، بتفيد كل الناس عن جد. طريقة جدا عملية، بنحفظ البندورة أو دبس البندورة بمراطبين بينحفظوا برات البراد بخزانة المطبخ. طريقة جدا عملية، نصيحة مني جربوها. أنا جربتها هديك السنة كتير انبسطت من النتيجة، ولحديت هلا عندي يمكن شي مرطبين أو اثنين بخزانة المطبخ بعدهم بنفس اللون. وكنت عم فرجيكم اياها بالفيديوهات الماضيه، كل ما افتح مرطبين لكم هذا هو رب البندوره يلي عملته مع ام حسين. لكن انا ما رح طول عليكم، رح فوت على المطبخ اول شيء وساعد لام حسين مثل ما قلت لكم بشك الشيش، واحضروا على بكره لتشوفوا تفاصيل دبس البندوره. بحبكم كثير، بنلتقى بفيديو جديد باذن الله. باي.